ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن قارة افريقيا المحببة جدا الى قلبي، واللي فيها انواع كلاب كتير جدا، منها جميلة جدا ونادرة. رقم واحد، البوربول. هو من اضخم انواع كلاب الحراسة في العالم واشرسها، بينحدر اصوله من جنوب افريقيا. كلب قوي جدا جسديا، والسبب في ده ان السكان الاصليين لجنوب افريقيا كانوا بيستخدموه لحمايتهم من الضباع والاسود، فلك ان تتخيل قوة الكلب ده وشراسته. رقم اتنين، الروديجن ريتش باك. كلب سيد من جنوب افريقيا برضه، بيتميز بالخط اللي في ظهره، وده بسبب ان فروته في المكان ده بتكون عكس اتجاه باقي الفروة في جسمه. كلب سريع وقوي وذكي جدا. رقم 3، الباسنجي. كلب من الكونغو، كلب سيد من اقدم سلالات الكلاب، بيتميز بشكل ديله، وبرضه بيتميز بانه الكلب الوحيد اللي لا ينبح تماما ولكنه بيعوي زي الذئاب. رقم 4، الكلب الفرعوني. زي ما واضح من اسمه ان الكلب ينتمي لمصر القديمة ايام الفراعنة، من افضل كلاب السيد على الاطلاق، شكل مميز جدا، ويعتقد ان هو ده النوع اللي مصريين القدماء رسموا شكل انوبيس زيه. لكن للأسف الحضارة الفينيقية اخذت النوع ده معاها لأوروبا، ودلوقتي اصبح الكلب الرسمي لدولة مالطا. رقم 5، السلوكي. كلب سيد اصوله بتنحدر من شبه الجزيرة العربية ومصر، من اسرع انواع الكلاب في العالم، شكله جميل ومميز جدا، وبالرغم من انه كلب سيد ولكن ينفع يكون كلب عيلة ممتاز. رقم 6، كلب القطن. تنحدر اصوله من جزيرة مدغشقر، بيتسمى عندنا في مصر كلب اللولو. كلب جميل جدا، من افضل انواع الكلاب للعائلات، وبرغم من حجمه الصغير لكنه ذكي جدا وطاقته عاليه. رقم 7، كلب الارماند. كلب راعي مصري ذكي جدا وشكله مميز جدا، بيتميز بشراسته وحبه لصاحبه، من الانواع النادره اللي مش هتشوفها كتير، بالرغم من شراسته الا انه كلب عيله ممتاز وبيحب الاطفال جدا. رقم 8، كلب جبال الأطلس. موطنه الأصلي المغرب، ولكن بتلاقيه في تونس والجزائر. كلب راعي وحراسة نادر جدا، بيتميز بذكائه وطاقته الاستعابية العالية، بيستخدم لأغراض راعي الغنم والماعز. رقم 9، السلوجي. كلب سيد بتنحدر أصوله من ليبيا وبلاد المغرب، بيتميز بسرعته الرهيبة وطول جسمه الفارع. العرب استخدموه زمان لسيد الأرانب البرية. أخيرا وليس أخيرا، رقم 10، الكلب البلد المصري. كلب مصري ذكي جدا جدا، بنشوفه حوالينا في شوارعنا كتير، ألوانه متعددة، بيتميز بطاقته العالية ووفائه شديد لصاحبه، وعنده ولاء لا متناهي. عايز اقول لكم معلومة على السريع، الكلب ده يا جماعة ما يفرش عن اي نوع تاني. كل اللي حصل ان الانواع التانية حصل لها انتقاء في بلادها من بعض الناس لتحديد اشكال وسلوكيات معينة، لكن النوع البلدي بتاعنا في مصر للأسف الشديد مهمل جدا، ولكن نأمل ان الصورة تتغير في المستقبل القريب ان شاء الله. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا وسلام.